بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم 6 أكتوبر المجيدة. أعرب جلالته فيه عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا جلالته حفظه الله بعمق العلاقات الطيبة والتي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.